Let's rock, baby. اوكي حصلنا المجسم اللي بغيناه عشان نكمل الإبك سين مال الفيلم. هذا شريته من حبيبنا نفسه صاحب محل شارينجان باتمان فيز سوبرمان دون اوف جاستس. هذا الارمر اللي هو الكروم اديشن. شايفين الفيلم؟ شفتوا تذكرون الدرع ماله؟ الدرع الفضي هذا كروم. من بطل راح تعرفون. انزين من هوت تويز سايد شوز جسم باتمان فيز سوبرمان. بطلنا شي هل راح تحت وجهه؟ فهذا سبيشال اديشن كروم اسود. وزنه عجيب وزنه عجيب. بينه طاحت اح قوله اح تعور صج. هذه مالته اح الزعنة مالت ايده تعور صج. طبعا تفاصيله وحش تفاصيله مرعبة وقاي عور ايدي. ويايبين حزام صج جايبين حزام صج. اوكي اللي مسوينه مو حاسبين حسابهم ان النات بتبطله. والله ترى بنظرون صجي فهمته. ولا مرة تصدقون شفت التفاصيل اللي لبسه كذي. اوبا في ايادي. شنو بعد فيه؟ بد الحلجة متمغنب عشان هو قاعد يعصب. شلون بد حجك؟ ينشر راسه اكيد. Fatality. Finish him. Fatality. طبعا هذيل المجسمات تعذيب عشان توقفهم. عذاب. بعد فيه. اوه القاعدة. اوه نسيت القاعدة. واو صار فيدي. هذا السلاح اللي استعمله بالفيلم ضد سوبرمان ودومزاي. للأسف ما لقيت درنا فيه صغير. فحاليا ما اقدر اشب عينه. بس بعد شوي راح اسوي شغله مو هني مكان ثاني راح اشغله لكم. بس بشكل عام هنوقفه. شلونه؟ عجيب حلو صح؟ طبعا هاد تويز من افضل تفاصيل صنع المجسمات هذه هاي كواليتي ديتيلز. انزين فهوت تويز تكون متحركه تحرك اطرافها وفي بريميوم فورمات. طبعا الفرق هذا يكون هذا الحجم اللي يسمونه كم الحجم ماله هذا 1 باي 6. انزين هذا يكون الحجم ماله اللي تقريبا 12 انش شغله شيء كذي. البريميوم فورمات لا. إذا تشوفون إيدي لوين مع التفاصيل نفسها بس على أكبر طبعاً دبل السعر. هني بالكويت تربل السعر. طبعاً هذا يكون موجود كميات كبيرة. بريميوم فورمات مو موجود كميات كبيرة. يكون عدد معين 1000 حبة 2000 حبة 400 حبة أنت وحظك. فلما تحصل شخصية قوية وتقدر عليها اشتغل. بس للأسف هني مو يعني مو مركزين وايد على البريميوم فورمات لان سعره غالي. فالهوت تويز ارخص. فهذا شريته من جابر محل شرينجا ويعطيك الف عافيه جابر. ما قصرت على التحفه. كان عندنا نسختين انا اخذت هذا باتمان فيز سوبرمان باتمان كروم ارمر كروم اديشن بلاك كروم اديشن من الفيلم. وراح اسوي بوزات ثانية مع سوبرمان.
Enjoy.